أهلا بحضراتكم من جديد. طلب ثلاثة رؤساء وزراء لبنانيين سابقين بإعادة ترشح سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، كما دعوا القوى السياسية لتسهيل مهمته. وقال نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيان رسمي أصدره أمس الجمعة على تجديدهم منذ بداية الأزمة السياسية على اختيار الحريري، وإعادة التأكيد على موقفهم الأساسي بإعادة تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الأوضاع الراهنة. يأتي البيان بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام لبنانية الاتفاق على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة خلفا لسعد الحريري، وهو ما شهد جدلا كبيرا من قبل المتظاهرين وبعض التيارات السياسية. في هذه الفقرة مشاهدينا الأعزاء ينضم إلينا في هذا الاستوديو ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز. أهلا بك يا أستاذ محمد على إكسترا نيوز، وصباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا فندم. هناك ربما خلافات بين القوى السياسية وبين المتظاهرين، بينما عدد من القوى السياسية أبرزهم ربما حزب الله وتيار الوطن الحر رشحوا محمد الصفدي وزير المالية السابق وزير التجارة والصناعة السابق في ثلاثة حكومات سابقة لبنانية، رشحوه لرئاسة الحكومة خلف لسعد الحريري، لكن نرى أن الشخصيات السياسية السنية في لبنان ربما ترفض هذا الاختيار أو أنها تصر على ترشيح سعد الحريري، بينما المتظاهرون يرفضون ربما رفضا قاطعا محمد الصفدي أن يأتي رئيسا للحكومة. كيف تقيم هذا التضارب أيضا بين القوى السياسية بعضها وبعض من ناحية حول المرشح لرئاسة الحكومة، وبين القوى السياسية والطبقة السياسية التي رشحت محمد الصفدي وبين المتظاهرين؟ تحياتي لكم، صباح الخير. صباح النور. لقد ثار الشعب اللبناني بمعظم المحافظات والمدن على طبقة سياسية حاكمة تسلطت على هذا الشعب منذ 30 عاما وحتى الآن، و يعني قامت بأولا إقامة نظامها الخاص خلافا للدستور، وهو نظام ديكتاتوري تسلطت فيه على العباد واقتسمت المغانم والموارد وحولت القضاء من سلطة مستقلة كما يفترض إلى جهاز تابع لها، وأقامت كالتونات طائفية، ولن يكن ليس في ميادين القتال وإنما في السياسة كالتونات خاصة، فأصبحت كل منطقة في لبنان ملحقة بهذا الحزب أو بذاك، ويحرم على الآخر يعني العبور إليها. طبعا كان من المتوقع أن لا تستسلم هذه الطبقة السياسية الحاكمة بكل هذه المغانم التي أخذتها أمام الضغط الشعبي، لكن لم يكن من المتوقع أن تبلغ عملية حالة التجاهل وحالة اللامبالاة بالمطالب الشعبية إلى هذا الحد. سمعنا من عدة أيام كلام لرئيس الجمهورية ميشيل عون في مقابلته التلفزيونية التي أغضبت الشارع وأعادت تجديد الثورة، واليوم نسمع طبعا كما جرى بالأمس أو نسمع عن ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة. طيب إذا كان الشعب ثار ضد هذه الطبقة السياسية، وإذا كان محمد الصفدي أحد أبرز أطراف هذه الطبقة السياسية الحاكمة، فكيف يمكن للشعب أن يقبل به؟ ولماذا طرح أساسا وهو معروف بسلسلة ملفات يتهم بها ومقدمة إلى القضاء؟ يعني عندك ملف زيتونة باي، هذا المشروع السياحي الذي قيمة على أملاك العامة، أملاك الدولة، أملاك الشعب على الساحل البحري بما يخالف القانون. هذا الملف الثاني الذي عنده هو موضوع وهو موجود أمام القضاء، عملية تمويل إرهابي داعشي اسمه شادي المولوي وهو متهم بها. طيب ألا يمكن النظر إلى محمد الصفدي؟ بعدين عندك موضوع شركة اليمامة وما جرى فيها، وما يعني هناك عدد كبير موضوعات كثيرة ربما المتظاهرون يرفضونها على أساس هذه الاتهامات. لكن إلى مدى يمكن أن ينظر إلى الصفدي باعتباره شخصية تكنوسياسية بحسب ما تقول السلطة الحاكمة أنها تريد شخصيات تكنوسياسية، بحكم أنه كان وزيرا للمالية في حكومة نجيب ميقاتي وكان وزير الاقتصاد في حكومة فؤاد السنيورة 2008 وكان وزير أشغال وفي 2009 أيضا في حكومة الحريري، ومن ثم يمكن النظر إليه باعتباره شخصية سياسية وباعتباره أيضا تكنوقراط. هي ليست المسألة إذا عنده خبرة أو لا توجد عنده خبرة. المسألة هي أن يؤتى بحكومة، إما أن تكون هذه الحكومة تضم أخصائيين لتنفيذ المطالب الشعبية أو تضم وزراء
إعادة إنتاج الطبقة السياسية الحاكمة وإعادة تمكينها من الاستمرار في السيطرة على مقدرات البلاد. محمد الصفدي كشخصية نيابية أولا وكتقلد عدد من الوزراء من الوزارات لا يملك هذه المسألة إطلاقا، يعني هو ليس منحازا إلى صفوف الناس، ليس منحازا إلى مطالب الناس، معروف عنه ذلك. والدليل أنه مجرد ما طرح اسمه ذهبت التظاهرات إلى مكاتبه ومؤسساته حتى قبل أن يطرح هذا الاسم. عندما يعني انتفض أهل طرابلس وأبناء طرابلس ذهبوا أيضا في تظاهرات إلى مكاتبه اللي هي دائرته الانتخابية. دائرته الانتخابية طبعا. المسألة الآن إذا سمحت لي، دستور الطائف، دستور اللبناني الذي انبثق عن اتفاق الطائف، التعديلات في 1990 1989 لا في تعديلات اللي دخلت اللي دخلت على 1990 اصبح دستور لبنان. هذا الدستور نص على التعديلات جوهرية في المؤسسات الرسمية اللبنانية، فأعطى صلاحيات كبيرة لمنصب رئيس الحكومة، وقال أن السلطة التنفيذية تتجسد في رئيس الحكومة وبالتالي في الحكومة مجتمعة. هذه المسألة لم تنفذ. هذا يعطينا أن رئيس الحكومة بما هو منصب كبير ومنصب مهم جدا في لبنان لم يعطى هذه الصلاحية لكي يستطيع أن يعمل. لم يؤتى برئيس حكومة إلا إذا كان رجل أعمال، وإلا إذا كان ضعيفا أو رجل أعمال وضعيف، وبالتالي فهذا المنوال تسير عليه التركيبة السياسية في لبنان لكي يضعف هذا يعني المنصب ويتراجع أكثر. هذه ليست النقطة الوحيدة التي لم تنفذ في التعديلات الدستورية عام 1990 على سبيل المثال، ولكن حتى منصب رئاسة يعني الحكومة، حتى رؤساء الحكومة السابقين الذين يجتمعون هذه الأيام ويطالبون بعودة الحريري إلى الرئيس سعد الحريري إلى منصب رئاسة الحكومة، هم من أضعفوا أصلا منصب رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة في لبنان هي من أهم المناصب. عن رئيس الجمهورية في لبنان عادة كانت له صلاحيات إمبراطورية، أخذت منه هذه أو جزء من هذه الصلاحيات وأعطيت لرئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. المخطط الذي كان سائرا منذ 30 عاما وإلى الآن إضعاف موقع رئاسة الحكومة. هذا ما نشهده أمامنا، ونشهد أن رئيس الحكومة عندما يؤلف حكومة معينة فكل وزير يعتبر نفسه رئيس الحكومة، إلا رئيس الحكومة يشتغل بحل الخلافات وبتدوير الزوايا وبتمرير هذا المشروع أو ذاك. أما وأنك ذكرت التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور اللبناني عام 1990، فمن بين هذه التعديلات إدخال أو ما يتعلق بتشكيل لجنة الإنهاء الطائفية وحالة الطائفية في لبنان، وهذه لم تنفذ فقط وحتى هذه اللحظة بعد 30 عاما أو 29 عاما من هذه التعديلات الدستورية، لا تزال الحالة السياسية الموزعة والمقسمة على أساس طائفي كما قلت، الكنترولات السياسية موجودة ليس فقط موضوع إلغاء الطائفية السياسية. دستور الطائف راعى الوضع اللبناني فقال أنه يعطي اللبنانيون 3 سنوات فقط كمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على أن يتم بعدها إلغاء الطائفية السياسية نهائيا، فينتخب مجلس نيابي وطني من دون طائفية على أساس دائرة واحدة وأسلوب النسبية، ويقام مجلس شيوخ يمثل الطوائف حتى عشان مطالب وهو معمول به في دول كثيره، في دول اوروبيه كثيره معمول بهذا الموضوع. ولكن ما جرى في لبنان هو ان 10 بنود اساسيه من دستور الطائف، 10 بنود اساسيه لم يتم تنفيذها حتى الان، بالعكس استعيد عنها بديكتاتوريه اخرى اللي هي ديكتاتوريه الطبقه. لنفترض انه تم اجراء انتخابات نيابيه مبكره في هذه الايام في لبنان، فالكثير يقول أنه سوف تأتي بذات الوجوه وذات القوى السياسية وذات الحكومة، هذه من ناحية، وسأترك لك الكلمة لكي ترد على هذا الرأي. الأمر الآخر يقول أنه لا بد من تغيير قانون الانتخابات أو تحقيق على الأقل هذا التعديل الدستوري أو المادة الدستورية الموجودة في دستور الطائف التي تقول أن لبنان كلها دائرة واحدة تكون ممثلة في مجلس ومجلس آخر للشيوخ أو مجلس آخر يمثل هذه الطوائف، ومن ثم سيتم الاختيار في المجلس الأساسي ومجلس النيابي الأساسي على أساس البرنامج الانتخابي وليس على أساس الطوائف. لا طبعا يعني هو من 30 سنة تم إجراء أو تم وضع عدة قوانين انتخابية كلها كانت مفصلة حسب كل حزب، حسب كل طرف من أطراف هذه الطبقة السياسية الحاكمة لتضمن وصول نواب شخصياتها كنواب إلى المجلس التشريعي. الآن المطلوب هو تطبيق الدستور،
إجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن وفق قانون لبنان دائرة واحدة. عندما يكون لبنان دائرة واحدة وعلى أساس النسبية فالمرشح في الجنوب سوف يحتاج إلى الشمال. أصوات من الشمال والجبل من بيروت وبيروت من جبل والعكس صحيح، وبالتالي فهذا سوف يحدث. والمقاعد توزع على أساس النسبة وليس على أساس نسبة ولا أساس القائمة المغلقة. وبالتالي فهذا سوف ينهي الطائفية السياسية لأن المجلس سينتخب على أساس وطني كما يجري في كل دول العالم. وكما تفضلت من أجل تطمين الطوائف إلى أن حصصها يعني وأن الطوائف موجودة ولن يكون هناك طغيان من طائفة على طائفة، إقامة مجلس شيوخ يمثل هذه الطوائف. وهذا ما لم يتم حتى الآن. كان المطلوب أن يؤتى بنواب يمثلون يعني بدل أن يكون مجلسا نيابيا حولوه إلى مجالس محلية لكل طائفة أو لكل حزب يعني كتلته النيابية الموجودة. والموضوع اسمح لي ربما تتفق معي يعني الموضوع ليس قصرا على المجلس النيابي فقط، حتى الوظائف الحكومية في لبنان أصبحت توزع على أساس طائفي في وزراء الخارجية وفي وزارة الخارجية. هذا هو السبب اللي تحدثنا عنه أنه يعني يختلفون على تشكيل على يعني إنشاء هيئة لنزع النفايات من الشوارع فيختلفون حولها لأنها ليست متوازية طائفيا. يعني عندك 500 شخص من لبنان من أصحاب الكفاءات تقدموا إلى مجلس الخدمة المدنية وفازوا بالمسابقات تم تعطيل توظيفهم. السبب أن جبران باسيل قال أن هناك خلل يعني في طغيان إسلامي على مسيحي مفروض يعملون دائما بهذه النفسية حتى في أبسط الأمور فكيف سيتمكنون من حكم دولة؟ الشعب الآن الذي انتفض على هذه الطبقة الحاكمة، هذا الشعب الآن فتح الباب واسعا أمام أمرين. أول أمر أنه لا يوجد هناك حزب أو قوة في لبنان تدعي أنها الممثل الشرعي الوحيد لهذه الطائفة أو تلك. الأمر الآخر أن التغيير في لبنان بات هو الخيار الوحيد المفتوح، وهذا التغيير قد بدأ. أقيلت الحكومة، الضغط الشعبي الآن سوف يستمر. طبعا الوزير السابق محمد الصفدي أعتقد أنه هو نفسه سوف يتراجع عن موضوع قبوله للترشيح وسوف يواجه بغضبة شعبية يعني قوية. حتى عندما سئل عون عن ترشيح جبران باسيل وترك الباب مفتوحا أمامه وقال أنه هو خيار لجبران باسيل وليس خيار يعني جبران باسيل يتصرف كأنه رئيس جمهورية بالوكالة. هو ربما البعض يقول أنه ينتوي الترشح حتى لرئاسة الجمهورية خلف العون مثلما خلفه في التيار الوطني الحر. طيب على كل هذا هو رأي شخص حضرتك طبعا. هناك بعض أو الزخم ما زال موجودا في الشارع اللبناني، إلى أي مدى هذا الزخم سوف يتواصل ميدانيا حتى يتم تحقيق هذه المطالب ولا يتم التعامل بشارع مقابل شارع مضاد؟ وكانت هناك ربما سابقا تهديدات لحزب الله اللبناني أنه سوف يعني يستخدم ورقة المتظاهرين أو الشارع المنتمي له مقابل الشارع المعارض. يعني الآن انتهت إلى غير رجعة عملية أو فكرة استعادة الحرب الأهلية في لبنان. هذه انتهت. مش بضرورة حرب أهلية، حرب سياسية في الشارع يعني. إنما كما قلت الطبقة السياسية لن تستسلم بسهولة. ولكن ما جرى هو أن الانتفاضة الشعبية العارمة التي عبرت الطوائف والمذاهب والعصبيات الحزبية والانتماءات وكل ذلك، هذه الطبقة السياسية الحاكمة سبقت القوى الموجودة. أصبحت متأخرة وراءها جدا، فمن هنا لا يمكن أن يعني يكون هناك شارع مقابل شارع، هناك شوارع مقابل للانتفاضة طبقة مقابل سياسية. طبقة سياسية. الشارع تجاوز مرحلة الطبقة، تجاوز المرحلة كلها، الموقف الذي يقف فيه حاليا. وبالتالي فإن كل خطوة تقوم فيها الطبقة السياسية الآن لإعادة إنتاج نفسها تثير الشارع أكثر وتجدد هذه الانتفاضة أكثر وتجعل الناس تنزل إلى الشارع. وأبرز ذلك حوار الرئيس اللبناني ميشيل عون. لكن هل ترى أن التغريدة الأخيرة لعون بأن مطالب المتظاهرين سوف تكون على رأس أولويات الحكومة تراجعا عن تصريحاته السابقة في الحوار؟ يعني كل يدعي وصلا بليلة وليلة في العراق المريضة. كلهم الآن أصبحوا مع الثورة، ولكن كل واحد يقول أنا أتبنى هذه المطالب ولكن مش طالع بإيدي. كل واحد بيقول لك انه انا سوف ألبي سوف اعمل، كلها وعود ومن دون ضمانات. من المفترض ان يكون رئيس الجمهورية هو ابو السلطات وانه فوق كل هذه المسألة.
ما سجل هو خطأ كبير دستوري وخطأ في منصب ودور رئيس الجمهورية. يعني عندما أنا أنظم تظاهرة لكي تؤيد رئيس الجمهورية في مواجهة تظاهرات كبيرة وعارمة، لا، هذه المسألة خطأ في تاريخ لبنان لم تكن موجودة. رئيس لبنان الأول، رئيس الاستقلال أو العهد الاستقلالي بشار الخوري، استقال عندما رأى أن الشعب يقف ضده. في فؤاد شهاب رفض أنه يتم تمديده، فؤاد شهاب رفض أن يترشح. إذا طيب بما أن حضرتك استعدت الماضي، البعض يقول أن هذه الأزمة مشابهة لأزمة 58، وفؤاد شهاب عندما جاء وعمل إصلاحات كثيرة في لبنان، ويعني تم بناء على ذلك تأسيس المدرسة الشهابية أو التيار الشهابي في لبنان، فكان رئيسا لكل اللبنانيين. وحتى عندما ذكرنا منذ قليل أنه تم دعوته إلى تجديد انتخابه رئيسا للبنان، هو رفض وقدم يعني بانتهاء مدته هو غادر المنصب. هل ترى في لبنان حاليا من هو مثل فؤاد شهاب بحيث يكون توافقيا لكل اللبنانيين؟ يعني هي الظروف تختلف عن 58. تختلف 58 كانت احتجاجا على مجيء الأسطول الأمريكي إلى الشواطئ اللبنانية، أو حلف بغداد ومرض الناصر، حلف بغداد وإلى آخره. وفؤاد شهاب لم يأتي من تلقاء نفسه، يعني هو كان رئيسا للجيش والشعب. هو كانت مبادرة مصرية لإنهاء الأحداث اللبنانية، كما كانت مصر. يعني مصر منذ استقلال لبنان عام 1943 وإلى الآن تتوسط دائما وتحل المشاكل اللبنانية وتدخل على التطورات السياسية في لبنان لتجد الحل الأنسب لهذه المشاكل. ومن ثم جاء فؤاد شهاب عندما ذهب جمال عبد الناصر إلى سوريا أيام الوحدة، رفض أن يدخل إلى لبنان ويجتمع بقادته حتى كي لا يقال أن هناك طائفة معينة، يعني المسلمين مع عبد الناصر والمسيحيين، حتى لا يكون هناك حساسية. فنصبت خيمة على الحدود بين لبنان وسوريا، واستقبل الرئيس عبد الناصر فعاليات الأزمة اللبنانية، الوضع اللبناني كله. يعني أنا كنت أقصد أن جاء بفؤاد شهاب رئيسا للجمهورية على أساس إصلاحي. والجيش يعني أيام 58 لم ينحاز لأي من الأطراف اللبنانية طبعا، وكان توافقيا ربما رئيس الجيش أو قائد الجيش كان توافقيا، ومن ثم جاء رئيسا للبنان وجيء لإجراء وكل الإصلاحات التي نراها الآن، مجلس الخدمة وديوان المحاسبة وجميع الإصلاحات يعني التي نراها الآن. هذه الإصلاحات منشأها منذ ذلك الوقت، منذ عام 1960، منذ مجيء فؤاد شهاب إلى السلطة اللبنانية. هل يوجد حاليا ما هو من شبيه لفؤاد شهاب؟ إذا كنت تقصد عن الجيش الذي لا يزال الآن يعني غير منحاز لطرف ضد آخر ويحمل متظاهرين، لربما ربما يكون هذا أحد الحلول، ولكن هذه المسألة يعني لاحقة شوية لقدام. مش طيب، يعني أنت يعني كنت استدعيت التاريخ بالمناسبة. يعني طيب، أي المطالب التي ترى أنها أولوية من أولويات الحكومة حاليا، الحكومة الجديدة يعني إذا ما تم تشكيلها حاليا، ومن الممكن أن تلبي مطلب ربما أو مطالب من مطالب المتظاهرين؟ كما قلت، مفروض المطلوب منظومة حكومية متكاملة. ده في هذه الطبقة لازم يأخذ وقت، يعني ده هيأخذ كثير من الوقت. هل المتظاهرين سوف يبقون في الشوارع حتى يعني تحقيق يعني هذه المطالب كاملة؟ المتظاهرون رفعوا ثلاث مطالب: تشكيل حكومة أخصائيين برئاسة شخصية وطنية نزيهة مستقلة عن الأحزاب، أن تقوم هذه الحكومة باستعادة المال المنهوب، وبالتالي محاسبة ناهبي هذا المال، وكل الملفات أصبحت لدى القضاء. يعني حتى رئيس الجمهورية يقول أنه أحال 17 ملفا للفساد إلى القضاء، فالملفات موجودة عند القضاء. مطلوب من الحكومة أن تفعل القضاء وأن تسترد المال المنهوب. الأمر الثالث هو أن تحضر هذه الحكومة لانتخابات نيابية مبكرة على أساس لبنان دائرة واحدة وبأسلوب الأسلوب النسبي. هذا هو المطلوب، وهذه هي أهداف التظاهرة التي يطرحونها. إذا لم تتحقق هذه، فكيف تريد للناس أن تخرج من الشارع؟ إذا أخذنا ببعض التفاصيل نرى أنها مريعة بالنسبة للناس. يعني المتظاهر اللبناني لم يعد أمامه شيء ليخسره، فنزل إلى الشارع لأنه فقد كل شيء. فقد الكهرباء، يعني أي مواطن بعد في الصومال ولا في غيرها لديه كهرباء، فقد الخدمات الأساسية. خدمات الأساسية. نعم. يعني أعطيك مثلا واحدا، أن لبنان عنده شركة اتصالات
موضوع قطاع الاتصالات حسب الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات، لبنان أغلى دولة عربية في الاتصالات 118%، المغرب 17%، مصر 22%، لبنان 118%، ولبنان أسوأ دولة عربية في تقديم خدمات الاتصالات وراء بس سوريا واليمن. طيب. وليبيا. أخيرا حتى لأن الوقت نفد أستاذ محمد، دائما منذ 43 يعني الاستقلال لبنان وحتى هذه اللحظة، ودائما ما تأتي الحكومات اللبنانية زي ما ذكرنا منذ قليل واستطردنا في التاريخ بتوازنات إقليمية ودولية. الآن وهذه ربما للمرة الأولى حسب ما أعلم أن الشارع اللبناني هو رقم صعب في هذه المعادلة. صحيح. هل لغى الشارع اللبناني والمواطن اللبناني، هل ألغى كل ما يتعلق بالتوازنات الإقليمية في تشكيل الحكومة؟ يعني الشعب اللبناني صحيح أنه أصبح رقم صعب، ولكن ما هو مطروح الآن الحذر من التدخلات الدولية والإقليمية في الانتفاضة الشعبية، الحذر، والسبب في ذلك أن هناك مخططات أجنبية يريدون تطبيقها على الساحة اللبنانية بعد خلق فوضى منظمة، استغلال الانتفاضة لفوضى منظمة. الانتفاضة الآن تحذر من مثل هذه التدخلات التي تتصل بمشاريع دولية وإقليمية، هذه التدخلات بعض منها له علاقة بتوطين الفلسطينيين أو السوريين أو أي شيء في مشروعات عدة، لكن هذا التدخل الدولي أو التوازن الدولي يعني هذا هو المطلوب فقط، ربما مرفوض سياسيا لكن اقتصاديا لبنان كما تعلم يحتاج إلى كثير من المساعدات الدولية. صحيح. وكان هناك وعود ربما ب 11 مليار جنة اقتصادية يعني كان منهارا قبل، وكان هناك وعود ب 11 مليار دولار وحتى هذه اللحظة لم يصل للبنان أي شيء من هذه المساعدات. على كل الأستاذ محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا. شكرا جزيلا فندم. مشاهدينا الأعزاء، على رأس الساعة ألقاكم مع زميلة جمانة في نشرة إخبارية مفصلة، إلى اللقاء.